وسهلا مشاهدي قناة المواصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم المختصر المفيد. برنامجنا يتحدث عن قضايا المجتمع في المجتمع العراقي عامة والمجتمع المصري خاصة. أكيد الأسباب التسرب كثيرة، ولكنها هي تندرج في محورين. المحور الأول هو أسباب شخصية تتعلق بشخصية التلميذ أو الطالب. التسرب الدراسي موجود في أغلب دول العالم، ولا يكاد يعني واقع تربو في أي دولة من العالم تخلو من التسرب. إنه التسرب هي ظاهرة تضر المجتمع، والتعليم هو أساس كل شيء في هذا المجتمع، وأن تسعى وعينا على التوجه إلى مقاعد بنائهم إلى مقاعد الدراسة، وهذه الدراسة هي عملية تأهيلية ليكون الفرد هو عنصر فعال ونافع في المجتمع. حد مظاهرة التسرب المتعلمين في المدارس، وهذا الشيء بالتالي راح يؤدي إلى نتائج إيجابية في عموم المدينة وأيضا في بلدنا الحبيب.